محمد شريف وحسام حسن. محمد شريف خد فرص كتير قوي دون استغلال منذ كاس الامم الافريقيه. كان المفروض حسام حسن يشارك بمساحه اكبر بوقت اكتر من كده. طبعا هو لازم يعني لازم يبقوا الاثنين جاهزين، يبقوا الاثنين في جاهزيه بالنسبه لهم. لكن انا بالنسبه لمحمد، انا محمد يعني قريب منه، هو حته ان برده قعد فتره كان هو هداف الدوري. اما بيجي السنه دي اي حد بياخد هداف دوري او بيعمل اي انجاز بيبقى الطبيعي بيبقى مشدود، او عايز يكمل نفس الانجاز ده او ياخد. فهي محمد انا اعتقد ان هو محتاج جون، يعني محتاج جون يجيبه الموضوع هيفتح معاه. بالنسبه لحسام حسن لا طبعا لازم ياخد فرص، لان يعني انت لما يكون عندك الاثنين، لان هو كل واحد بمواصفات مختلفه. صح. محمد بيتحرك بره البوكس كويس، حسام مهاجم بوكس بيتحرك بيلعب دماغه كويس، هداف جوه البوكس. اعتقد الاثنين للمدرب لموسيماني يقدروا يفيدوه في خطط لعبه. لو انت هتلعب بونجين 4 4 2، ليه ميكيسوني ما يلعبش النهارده اساسي بعد التالق في المباراه الماضيه؟ بس لك يعني لو انت مدرب، انا عندي لاعب جاب هدفين، هدفين حلوين المباراه اللي فاتت، ليه ما يلعبش النهارده اساسي او حتى يبقى بديل؟ هو النهارده كان اساسي ولا بديل؟ ممكن بوجهه نظر بتاعت المدرب ان انا يعني هو لعيب مثلا، هو بقاله فتره ما بيلعبش وكان في كلام عليه كتير ان هو صفقه فاشله. فممكن المدرب هو خلاص عامل اللي هو عايزه، الولد عمل مباراه كويسه اللي فاتت، ممكن يكون ماتش قوي بالنسبه له زي سان داونز فيقول لك انا لو نزلت ممكن احرقه، ممكن يلعب وحش، هو ممكن يكون مجهد بقاله فتره ما بيلعبش، يعني في كذا حاجه ممكن يعني تحصل. هو افضل ولا حسين الشحات بتوع محمد طاهر؟ برضو يعني مواقف ومواقف في ماتشات، يعني انا اعتقد في نهايه الماتش كده كان محتاج طاهر، محمد طاهر وحسين، لان الفرقه خلاص كسبانه 1-0 ومقفله. لا يعني طاهر كانت بدايته في المباراه مش جيده، نزل حسين الشحات لما نزل ما اداش مباراه جيده. فهل ميكيسوني ما كانش ممكن يعمل اضافه في المباراه دي؟ انا قلت لك هو ممكن يكون هو مش عايز، هو خلاص هو وصل اللي هو عايزه، ان هو اثبت ان الولد ده كويس، وممكن انزله في ماتش زي ده احرقه تاني. يبقى الموضوع صدفه ان هو لعب صدفه. هو ممكن يكون كده، لان هو هو الصفقه اللي اختارها، مش هو كان موجود اصلا، فهو دي الصفقه دي اللي اختارها. ما هو اللي يجننك، ما هو ما عشان هو الصفقه اللي اختارها. اي مدرب بيختار صفقه بيبقى عايز يحافظ عليها. هو وصل خلاص الولد ده كان هيمشي من النادي، هيحافظ عليها لدرجه ان قرب يمشي. ده كان قرب يمشي. ده انا عايز اتكلم. لا مش قصدي. قبل الهدفين اللي جابهم المباراه اللي فاتت، احافظ عليه، احافظ عليه ان انا ما العبوش، احافظ عليه اللي هو وصل له ان هو لعب ماتش وخلاص والناس بدات تتكلم عليه كويس. ما وصلش ولا عمل حاجه. ما حتى معلش دي مشكلتنا. هو لو واحد لعب ماتش وجاب هدفين يبقى هي دي الصفقه العاليه قوي. بس عارف يا كابتن وائل، عارف انا اصلا لو مدير فني واتسالت السؤال ده هقول لك طب ما انت كنت بتقول لي انها صفقه فاشله، ليه بتسالني دلوقتي ان هو ما لعبش؟ ايوه ابسط حاجه. انا كمدير فني صح ولا انا غلطان؟ بس لكن انت النهارده بتقول صفقه، عايز تقول ان هي الصفقه دي ناجحه فانا بحافظ عليه ما لعبوش. لا بالعكس، انا خليه يكمل في تالق. بس هو في وجهه نظر اللي قالها الكابتن احمد، اللي هو انا عايز مثلا مش عايز اديله في مباراه تحرقه بقى خلاص بعد اللي جاب. بس في وجهه نظر ثانيه، في وجهه نظر ثانيه تقول لك ايه، انا لاعب عندي جايب هدفين وون فاير زي ما بيقولوا، يعني ما كمل بس يعني تحرقه ليه يا كريم؟ ده ماتش على ملعبك. بالعكس انت لما تيجي تخاف على لعيب، تخاف على لعيب خارج ملعبك وفي ماتش صعب جدا، فما تحرقوش. لا واللاعب اللي هيحرقه دوت لما يكون جايب لاعب ناشئ. ايوه لكن تخيل ان ده ماتش. لا انا ماليش دعوه بالحكم عليه، انا بتكلم على تفكير اللي انت بتقول ان ممكن يكون بيفكر كده. لا استحاله مدير فني يفكر. هو استحاله. هو الطبيعي وائل ان هو يبقى جايب جنين واصلا ما ينزلوش. ممكن يقول لك مش الماتش ده مش بتاعه، اقول لك لكن ما تقولش ان هو يعني تفكيره ان حافظ عليه. اتوقع ان ده مش تفكير. هو فكر مدير فني. هو فكر ان هو الراجل بيحب يدافع عنه. بص اي مدرب مثلا في لافيو يدافع عنه شيء، وان هو ما يلعبوش شيء تاني. الدفاع ده ممكن انا خلاص انا وصلته لدرجه ان هو رجعت له الثقه تاني، ممكن انزله الماتش اللي بعده يلعب وحش فالثقه تهرب منه تاني. فاهم قصدي يا كريم؟ ان انت عايز يعني انا عملت اللي انا عايزه. طب انا اسالك سؤال يعني. لو انت كويس قوي لعبت، انت كلاعب لعبت كويس قوي تمام الماتش ده مثلا، الماتش اللي بات اللي بعده قعدت احتياطي وما نزلتش، انت كلاعب هتقول ايه؟ ايوه بس انت لو باتفاق مع المدرب عشان لا 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 من غير اتفاق انا مش هعمل. هتتضايق طبعا. هتتضايق صح، وهتستغرب، وكل الناس هتقول لك ازاي احمد السيد ما لعبش. طب انت ليه ما بتفكرش تقول هو ليه ما فكرش كده؟ ازاي احافظ عليه؟ انت ايه تحليلك ان هو بدا ماتش وجاب جونين؟ يمكن ده مش ماتش. وما هرجع اقول لك ايه، في ماتشات ممكن اقول لك دي مش بتاعته. وجهه نظري كمدير فني فنيا احترمه. انا راجل خسران اقول لك دي مش بتاعته. انا الكلام ده لو انا بتكلم مثلا على واحد مواصفات مش هجوميه، لكن انا بتكلم على واحد جايب جونين فهم فاير بقى خلاص يبقى انزله. هو ده انا بتكلم فيه. عندك كتير، عندك احمد عبد القادر وعندك قفشه وعندك الشحات وعندك طاهر وعندك
مش كون ان هم يبقوا مش موفقين يبقى انا اخطات.